ومن تويتر ومن باريس نروح للعلا، وفي ثالث أعمال الصحراء منحوتة سراب للفنان آل سيد بأبيات للشاعر جميل بن معتز. وتقول الأبيات: ألا ليت ريعان الشباب جديد ودهر تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذن لسعيد. طبعا الابداعات في العلا مستمره، واصبحت العلا مركز للفنون، حيث انها كمان تحتوي على اكبر متحف مفتوح في العالم طبعا، وكثير فنانين من جميع انحاء العالم بيجوا يظهروا ابداعاتهم في العلا بتاثرهم، كيف تاثرهم مع البيئه، مع الجبال، مع الصحراء، مع المنحوتات العجيبه اللي عندنا صراحه في العلا. صحيح، يعني معك حق. وأيضا من تويتر الفنانة نجوى كرم تنشر رسالة حادة بعنوان نعش السم للتوعية بقضية إدمان الشباب للمخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. يلي عم تتعاطى السم تسم دماغك وتطير، إيمانك بشيل الهم، مش كذبة هيك مشاوير اللي شو اللي جابرك، منعش السم ناطرة حتى ياخد بخار ويخلص عمرك بكير، سكر باب المضافي بوجه اللي بده يغرك، وما تخلي الفكر الصافي ينغر بغبرة تضرك، عود تجلل، عود تجلل وناجي الله لتخلي وتموت كبير، ولك اللي شو اللي جابرك، منعش السم ناطرك تياخد بخاطرك ويخلص عمرك بكي. فعلا في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نشوف دعم الأفراد والمجتمعات المحلية والمنظمات المختلفة في جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بهذه المشكلة. وأكيد يا ريم ومشاهدين مكملين معاكم في تويتر، ونروح من إدمان المخدرات إلى إدمان المكياج. شفنا هاشتاج تخيلوا ينقطع المكياج، وكان ترند ولقى كثير من التفاعل. تخيل يا ريم ينقطع المكياج، ايش ينقطع المكياج عادي، ما احنا حلوين ينقطع، لازم نتعود على بعض باننا نتقبل بعض بشكلنا العادي الطبيعي. المكياج هو مجرد يعني زينة. تغيير بالضبط، تغيير للمزاج. صح. يعني تغيير كذا يعني. صح. بس انه لا، انا اشوف انه نهتم بتغذيتنا وبشرتنا. صح. ونتقبل بعض زي ما احنا متقبلين الشباب زي ما هم اهو، ولا حيقول ما في فرق بين الشباب والبنات بعدين. يعني انت بتقبل هذا المنظر فعليا ريم؟ يعني لا، احنا من ما نحط مكياج ما يكون شكلنا زي كذا، ما نوصل لهذا المستوى. يعني احنا ما بنوصل لهذا المستوى. صحيح. ولكن كلنا زي ما انت قلتي لازم نتقبل بعضنا كيف ما كنا، وهذا اهم شيء، والمهم الاخلاق. وعجبني التعليق ده، أشوف. الله يرزقكم سالفة غير البنات. صح من جد، عارفة لأنه كمان من لسه ما كملنا أسبوعين يا جماعة على موضوع المكياج، سيبونا في حالنا. إيش في بالضبط؟ روحوا الحلاقين، روحوا الحلاقين، خلاص فتحوا الحلاقين. صح. وكمان انتشرت صورة الفنانة القديرة سميرة توفيق وهي تلبس الكمامة بعد ما نشرتها على صفحتها على الفيسبوك. طبعا اللي كان محبينها اللي شاركوها بالإنستغرام، والصورة أخذت لها عند مغادرتها طبعا من مطار بيروت إلى أبو ظبي لإجراء فحوصات طبية روتينية. تحية للفنانة سميرة، الفنانة الكبيرة سميرة توفيق. يعني صراحة والمهم إنها ماشية على الإجراءات الاحترازية، يعني بالذات الناس هذول الكبار في السن لهم كذا إجراءات أكثر وحماية أكثر، ولازم ينتبهوا على نفسهم بشكل أكثر. صحيح. يعني هي كانت حزينة كمان في المطار وقتها، وقت ما أخذت هذه الصورة ونشرتها، إنه للأسف لسه ما صارت فيه السياحة، ما عادت أو ما رجعت زي زمان. طبعا الناس ما زالت متخوفة من فيروس كورونا، لكن الحمد لله بدأ نلاحظ نشاطات جدا رائعة من هنا إلى هناك. لسه بنشوف باريس كمان رجعت، أو برج إيفل رجع، عندنا السياحة الداخلية. أيوة، والسياحة الداخلية. نعم. احنا اليوم كمان هنتكلم كثير عن السياحة الداخلية يا ريم. وكمان من الانستغرام أيضا اخترنا لكم مشاهدينا فيديو لفنانة محترفة في المكياج أخفت وجهها ورسمت حفرة برقبتها. أنا صراحة خفت يعني. Thank you.
مخيف نوعا ما، ولكن في فن بصراحة بالمكياج نخلق المستحيل. عشان كده يعني بعد شباب مطلعين هاشتاج تغيروا البنات من غير مكياج، لانه في بنات بيغيروا شكلهم تماما بصراحه. صح معك حق، يعني اللي شفناه في الفيديو هذا بصراحه مو هين، يعني قلت طيب اوكي وبعدين، لا فعلا اخفت رغبتها تماما. وهذا بصراحه شغل جدا رائع وتقنيه جميله فعلا، انه البنات او حتى في شباب، يعني في كثير من الاشخاص اللي اتقنوا المكياج السينمائي تحديدا، فهذا شيء رائع. حلو، خليني أخذك معايا يا ريم على اليوتيوب وفيديو للمصورة السويدية داني كونر اللي صورت سنجاب عمره 7 أسابيع، حطت ميكروفون عشان نسمع صوت أكله، والفيديو تقريبا شاهده 14 مليون شخص من حول العالم. ايش رايك يا ريم؟ مره كيوت، حلوه الفكره. يعني صوته هو بياكل، البيبي بيبي في كل الكائنات الحيه، ما في فرق، يعني زي صوت البيبي حتى لما نرضع كده وياكل. صحيح معك عن كريم. خليني اخذك على طفل اخر، عائشه اللي كانت متاثره على موت الورد وكمان تتكلم باللغه العربيه الفصحى بشكل متقن، خلينا نشوفها. ماتت الزهور؟ نعم. يا رحمه الله عليها. ماتت في مكانها. ماتت في مكانها؟ نعم. لماذا ماتت؟ لونها بنية وحادة. أصبح لونها بني وحادة. وحادة أيضا. إنها زهور ميتة. لقد تؤلمون كثيرا. لا يعجبك أن تموت الزهور؟ لا. إذا ماذا نفعل؟ لأنها هو سبب بكائي. هذا هو سبب بكائك. ماذا نفعل إذا يا عائشة؟ ماذا نفعل؟ ندعو الله أن يشفيها. ندعو الله أن يشفيها. حاضر. تحسيها أفلام كرتون بالضبط. إيش رأيك؟ والحلو تفاعل الأب، يعني واضح أنه دائما يعني عندهم هذا الشيء أنه يتكلم معها باللغة العربية. صحيح. الفصحى، ويتفرجوا على كرتون باللغة العربية الفصحى، وكمان أشياء كثير موجودة على النت باللغة العربية الفصحى. حلو هذا الشيء صراحة، أننا ننميه عند أطفالنا ونكلمهم بهذه اللغة أحيانا. صح. كمان عشان برضو تقوى عندهم اللغة العربية الفصحى. وأنا بصراحة من بعد ما شفت الفيديو هذا يا ريم وتابعته، قلت لازم كل فترة أتليست، يعني وحتى وإحنا بنمزح يعني أتكلم شوية باللغة العربية الفصحى مع بنتي، لأنه إحنا بنهتم بلغات مختلفة. مزبوط. لكن لغتنا العربية اللي فعلا لازم ننميها عند أطفالنا. ما أحس، يعني أنا عن نفسي يعني ما بشوف في بيتنا إحنا بتكلم بالفصحى، يعني لا ليش لا لازم. ليش لا. صحيح. أكيد مشاهدينا رح نكمل معاكم ولكن بعد فصل.